سلام عليكم. في الحقيقة أنا جايب لكم النهاردة مفاجآت من العيار التقيل قوي، المنطقة 51 اللي كان فيها ظواهر غريبة جدا، بيقولوا إن شافوا فيها مركبات فضائية وحاجات كتيرة جدا. فوكالة المخابرات المركزية اللي هي CIA نشرت وثائق من 400 صفحة مكتوبة الكلام ده سنة 1992 عن المنطقة 51. المنطقة 51 هي منطقة صحراوية فيها قاعدة عسكرية أمريكية سرية جدا. المنطقة حيرت كتير جدا من المؤرخين في فترة طويلة جدا. كان في قصص عن أسلحة غريبة وآلات التحكم بالجو وكتير جدا من القصص بقى عن الفضائيين، وكانت دايما امريكا بتنكر وجود المنطقة 51 دي. لكن اتضح بعد كده ان المنطقة موجودة بالفعل بعكس ما الحكومة اللي كانت بتنكرها، وبدأ استخدام المنطقة دي سنة 1955 كاختيار من المسؤولين للتدريب على الطائرات الحربية U2 اللي الناس كانوا فاكرينها مركبات فضائية، لان الطيارة دي كانت بتطير على ارتفاعات اعلى من اي طيارة تانية. وتاني حاجة ان كان لها اقلاع عمودي، وده كان غريب على اي شخص. لكن دلوقتي CIA اعترفت بها رسميا ان هي تبع المخابرات المركزية. طبعا المصادر هتلاقوها تحت في الديسكريبشن، بس عايز اقول لكم ان الاجسام المجهولة دي ما كانتش بتظهر في المنطقة 51 لوحدها، لا ده كان بتظهر في اماكن كتيرة جدا. وده اللي بيقودنا للموضوع التاني او المفاجأة التانية، ان السنة دي 2022 هتكون سنة مصيرية في دراسة الاجسام المجهولة دي. زاد اهتمام العلماء بالاجسام الطائرة المجهولة دي، وزاد عدد المشاهدات الغريبة اللي تبلغ عنها، وده طبعا بفضل الموبايلات والفيديوهات اللي صورت ومضات غريبة في السماء سنة 2021. هل الظواهر دي ممكن تكون اقمار صناعية ولا مخلفات فضائية ولا حاجة حكومة عملتها مثلا زي المنطقة 51 والطائرات U2؟ بغرض من تحديد بعض الاشياء الا ان كتير منها مجهول، وبحسب الخبراء هتحصل ظواهر الجوية المجهولة دي اهتمام اكبر من المجتمع العلمي والحكومات السنة دي. اصدر المجتمع العسكري والاستخبارات الامريكي تقرير عن الظواهر المجهولة دي في يونيو 2021، وبعدها الكونجرس عمل مكتب رسمي لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالظواهر الغريبة دي. وقال السناتور كريستن ان بتعتمد جهودنا في الامن القومي على قدراتنا الجوية الهائلة، والظواهر دي تعتبر تحدي لقدراتنا الجوية، وعمليات مراقبة الظواهر الجوية المجهولة امر مهم للحفاظ على قدراتنا الاستراتيجية. مجموعة تحديد ومزامنة الاجسام المجهولة دي ليها مكتب جديد موجود في البنتاجون، واهتمامه مش هيبقى في البحث عن كائنات فضائية بس، ده هيوفر كمان معلومات استخباراتية زائد التقنيات العلمية والخاصة بالاجسام المجهولة. واضاف السيناتور كريستن ان من مسؤوليات المكتب الجديد تنفيذ خطة لاختبار النظريات العلمية المتعلقة بخصائص الظواهر المجهولة دي وادائها. في جهود كتير جدا علشان تبني اجهزة اكتشاف الظواهر دي وتحديد اماكنها وتمركزها. اكتشاف الاجسام المجهولة من التطورات الرئيسية المحتملة السنة دي، ووفقا لمارك المدير العلمي لمركز دراسة الاجسام المجهولة في شيكاغو، قال السيناتور كريستن ان الجهود المبذولة للكشف عن الاجسام الغريبة دي وتتبعها وقياسها في الوقت الفعلي اخيرا دخلت مرحلة جديدة. اتحسنت التكنولوجيا وادوات البرمجيات، وده جذب اهتمام المهنيين المؤهلين لدراسة الاجسام الغريبة دي. مفيش توقع لمدى قربنا من الحصول على معلومات اساسية جديدة خاصة بالظواهر الغريبة دي، بس هيتعمل ابحاث جديدة عن الاجسام الغريبة دي، ده بفضل البيانات المادية الموثوقة، وهيكون عندنا المزيد من الادلة اللي ممكن دراستها علمية. هيبحث مشروع غليلو عن معدات من الفضاء الخارجي القريبة من الأرض، والمشروع هيضم فرعين. هدف الأول تحديد طبيعة الأجسام النجمية اللي شبه الكويكبات والمذنبات زي مثلا أوما ووما، وده أول جسم نجمي زار النظام الشمسي بتاعنا. وهدف الثاني دراسة الظواهر الغريبة دي. قال قائد المشروع عالم الفلك في جامعة هارفارد ان بيانات مشروع غليلو هتكون متاحة للناس كلها، وتحليلها العلمي هيبقى بكل شفافية، والمفروض ان النتائج العلمية دي توسع معرفتنا. بيضم فريق مشروع غليلو 100 عالم بيخططوا لتجميع اول نظام تلسكوب للمشروع ده من ضمن طبعا مرصد جامعة هارفارد. واضاف قائد المشروع ان النظام هيسجل فيديو صوت وصورة باستمرار للسماء للتوقعات المرئية والاشعة تحت الحمراء، بالاضافة لتتبع الاجسام المهمة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي هتميز الطيور عن الطائرات عن اي جسم تاني. وبعد ما النظام الاول يتم بنجاح هيعمل مشروع غليلو نسخة منه وهيوزع
وزعها في كتير جدا من المواقع الجغرافية. من الأمور المشتركة اللي بتجذب الانتباه في الوسط العلمي هي الظواهر الغريبة والأجسام المجهولة. وهل احتمال ان الأجسام المجهولة دي تكون سافرة عبر الزمن؟ قال مايكل ماسترز أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة مونتانا ان العلماء لقوا نموذج السفر عبر الزمن لتفسير الأجسام الطائرة المجهولة غوّق كبير على مدى السنتين اللي فاتوا. ماسترز أصلا هو مؤلف كتاب تعرف على الأجسام الطائرة سنة 2019 يبحث عن فرضية الأجسام المجهولة دي، وقالوا انهم ممكن يكونوا أحفاد البشر اللي سافروا عبر الزمن علشان يزورونا ويدرسونا لأننا جزء من ماضيهم التطوري. وقال ماسترز ان العديد من المختصين في مجالات العلوم المختلفة هياخدوا الظواهر الغريبة دي على محمل الجد. وقال ماسترز ان احنا هنفهم الفروق الدقيقة بين الاجسام الغامضة دي بسرعة كل ما نتخلص من صعوبات الموضوع ده، وده هيدفع العلماء ان هم يتقدموا في برنامج البحث الحالي، وده هيطور معرفتنا اكتر. وبفضل الاعتراف الرسمي بحقيقة الاشياء دي هيبقى السؤال الاهم هم مين وجم منين. مفيش تنسيق كويس بين المنظمات المشاركة في مجال الكشف عن الظواهر الجوية الغريبة، لكن السنة دي هتتغير الامور وفقا لروبرت باول عضو مجلس إدارة التحالف العلمي لدراسة الظواهر دي في جامعة سانتا كلارا في تكساس. بيشارك عدد من أعضاء الجامعة في مشروع غليلو، وعملت المنظمة شراكة بين عدة مجموعات من ضمنها مشروع الحصول على بيانات بشأن الأجسام الغريبة دي. وقال باول لموقع سبيس مشروع الحصول على بيانات بشأن الأجسام الغريبة ليه نموذج عمل واتباع في السوق بسعر معقول بين 2,000 to $5,000. وقال كيفن كنوس الأستاذ المساعد في قسم الفيزياء جامعة الباني ونائب رئيس المجموعة اللي هتنوي ضم شبكة توزيع أجهزة الاستشعار اللي ممكن للأطراف المهتمة استضافتها، إن مثير جدا وجود عدد متزايد من المجموعات اللي بتركز على اكتشاف ودراسة الظواهر الغريبة دي، لكن برضو في تحديات فيما يتعلق بتعاون المجموعات دي كلها مع بعض. مع إن التنسيق بين المجموعات أكيد هيكون مفيد، لكن احنا دلوقتي ما نعرفش إلا قليل جدا عن الظواهر الغريبة، ومن المرجح اكتشاف المزيد لو كل مجموعة اشتغلت مستقلة. علشان كده مش من الحكمة التنسيق بين المجموعات في الوقت الحالي، لان المجموعات اكيد هتكون في اماكن مختلفة وهيبقى فيه مشاهدات مختلفة، ولاننا لسه بنتعلم المزيد عن الطريقة الصحيحة لمراقبة الظواهر دي ودراستها. بالتواصل بين المجموعات في صور تبادل بيانات ونشر نتائج ده اكيد هيعمل تحسن، وبعدها نحصل على فايدة الدراسات العلمية مستقلة. بتخطط المجموعات لنشر أوراق علمية، وهيكون الهدف المزيد من التقدم في الدراسات العلمية للظواهر دي. مع تشجيع المزيد من العلماء للمشاركة فممكن يكون ده من أهم الاكتشافات في تاريخ البشرية. لحد هنا خلصت حلقتنا، المصادر هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. أراكم تهمني في التعليقات، ويعني ياريت الدعم، لأن احنا المحتويات العلمية بنعاني جدا من قلة الدعم. السلام عليكم.